السلام عليكم. اولا كنرحبوا بسي الحاج ادريس الهزاز رئيس الفيدراليه المغربيه للسياغين. الحاج بغيناك تعطينا واحد صوره حقيقيه حول المواد الاوليه ديال كما تنقولوا الذهب اللي دابا راه بواحد ثمن باهظ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتقدم فاس نيوز على هذه المبادره الطيبه والعناية اللي كتعطي لهذا القطاع بما يتعلق بالمشاكل. أبدأ بتساؤل، ما هو سعر الذهب اليوم؟ لأن كنشوفوا عدد المناظر الإعلامية الرسمية وغير الرسمية تتداول أرقام اللي هي خيالية. كنسمعوا هناك خبراء اللي كيهضروا على 1000 درهم، يعني غادي يفوت 4000 دولار الأونصة. يعني ما كيقولوش واش 2026 ولا 2028 ولا الشهر الجاي. هذا هو الذي خلق واحد الزوعة داخل الزبناء وداخل المهنيين. فيما يتعلق بالمادة الأولية طبيعة الحال هناك نقص كبير داخل السوق الوطنية فيما يتعلق بالمادة الأولية. المادة الأولية أذكر بالمصادر ديالها، عندنا الذهب القديم اللي كان إعادة استخدامه الغوسيكلاج ديال لي بيجو أونسيان، عندنا المناجم المغربية التي تنتج الذهب والفضة والتي لا نستفيد منها بتاتا نظرا لمشاكل ضريبية، بحيث إذا باعت المنتوج ديالها داخل الوطن المغربي خصها تأدي ما يناهز 30% ديال الضرائب، إذا صدرته كتخلص 17.6% ديال الضرائب. إذا هذا المشكل كيجعلها ما تبيعناش هنايا في المغرب. والمصدر الثالث هو التهريب. ملي كنهضر على التهريب كنبقاو عرضة واحد الكميشه ديال المتضاربين اللي كيستولوا على السوق بالاموال ديالهم، كيشريو المنتوج القديم المستعمل وكيدخلوا الذهب من على برا وكيفرضوا واحد الاثمنه اللي هي خياليه. ما عمرنا في التاريخ، انا عندي اكثر من 40 سنه في القطاع، عمرنا ما شاهدنا التلاعب بالمصالح. ما يؤسفني هو انه من الصباح للمساء كتزاد 10-15 درهم، ولا غدا كتزاد 15 درهم حدا اخرى. تصدقنا الذهب الخام وصل 760 ولا 770 درهم، خلافا لما يتداول داخل السوق العالميه في البورصات هي 625 درهم. ملي كنلقاو بان 140 درهم زايده على السوق العالميه، خصنا نوضعوا واحد التساؤل وخصنا نعالجوا هذا المشكل هذا بطبيعة الحال. راسلنا المسؤولين الدوائر المختصة. كاين المشكل ديال الاستيراد ديال المادة الأولية، لأن الجماعة كتقول لك باب الاستيراد راه مفتوح للصناع. أنا كنعقل في الستينات كان مفتوح للتجار وللصناع، لأن هناك الصناع البسطاء لا يمكنهم أن يقومون بعملية الاستيراد. حنا كنخدموا خاصة في الورشات الصغرى وفي الصانع الصغير اللي كيبغي يقتني 20 غرام ولا 40 غرام باش يصلح بها الذهب ديالو أو باش يخدم بها، ما يمكنوش يدير دفتر التحملات وصيفط للخارج. ما هو المشكل المطروح في باب الاستيراد؟ هو ان مكسب الصرف كيفرض علينا نصيفطوا 30% و70% عند استلام البضاعه، الا الشركه 11 اللي هي اجري مع اداره الجمارك كتفرض علينا نصيفطوا 90% على الاقل او 100% نظرا لمحقهم. انا شركات كيبيعوا ويشريوا، غتبيع لك دابا خصها تخلف الذهب دابا حتى يتمشي تشري من البورصه وتشري بنفس الثمن، لا زاد او نقص واحد فينا كيضيع. اذا كتفرض علينا هذه المساله. اذا المشكل المطروح هو المشكل ديال مكتب الصرف. لهذا كنطلبوا من وزاره الماليه ان تتدخل امام مكتب الصرف حتى نحلوا هذا المشكل هذا. المسائل الاخرى اللي نتاسفوا عليها، هذه 15 يوم حنا كنشوفوا الورشات الانتاجيه في المغرب كتسد في غياب الماده الاوليه، وهذا نتأسف عليه، لأن الورشات كتساهم في التشغيل الذاتي ديال أصحاب الورشات والخدامة اللي عندهم، تساهم في التكوين، تساهم في خزينة الدولة كذلك، كنخلصوا الدبغة، كنخلصوا الضرائب، مختلف الضرائب إلى آخره. إذا لا توقفت هذه الورشة هذه وسرحت لنا العمل، حنا الحكومات السابقة والحالية كلها علاش كتقلب؟ على خلق المناصب او على الاقل الحفاظ على المناصب التشغيل. اليوم كنشوفوا بان الورشات وحتى شي واحد ما دق علينا ولا سولنا ولا قالنا شنو اللي كاين. حاجه واحده اخرى اللي من هذا المنبر استغل بها الفرصه، هو ان الفيدراليه المغربيه للصياغين
بشراكه مع وزاره الصناعه التقليديه في الحكومه السابقه قمنا بدراسه اللي تكلفت لنا سنتين اللي وضعنا داخل هذه الدراسه الاستراتيجيه الرؤيه 2030 كيفاش غنكونوا، ودلنا ان بيشماركين مع عدد ديال الدول مع ايطاليا مع تركيا ومع الهند، وطرحنا جميع المشاكل ابتداء من الماده الاوليه مرورا بالضريبه مرورا بالتغطيه الصحيه مرورا بالتكوين مرورا بالاستثمار مرورا كذلك بالتسويق الخارجي اللي كنفتقدوه والى اخره. اذا عندنا دراسه كنتمنى الوزير او الوزيره الحاليه تلوح عليها النظره هاتشوفها وتجلس معنا. الان دراسه واجده وكنطلبوا من الناس اللي خصهم يوقعوا معنا داخل هذه الدراسه، منهم الاداره العامه ديال الضرائب، الجمارك، وزاره الصناعه التقليديه، وزاره التجاره، وزاره الطاقه والمعادن، ووزاره الماليه. وقعوا معنا هذا ليكو سيستم اللي مجهود كبير من الاخوان ديال الضرائب ورؤساء الجمعيات في المغرب كاملين كنا كنجتمعوا، ودرنا اكثر من 48 اجتماع في الوزاره باش خرج لوجود هذا الوليد هذا هاد الدراسه الاستراتيجيه، وما يتلاحش في سله المهملات لانه تم التمويل ديالو من طرف وزاره الصناعه التقليديه. الحاج يعني انا عطيت واحد الخلاصه حول المواد الاوليه وكيفاش كتعيشوها انتم كفيدراليه وكصياعين، بغيتك تعطيني غير واحد الرساله للناس والشباب اللي باغي يتزوج واش يقدر يشري. بطبيعه الحال حتى الحالي تغير مع الوقت، المسائل اللي كنا كنخدموا في 20 غرام ولينا نخدموا في 10 ديال الغرام، خواتي ملي كانوا ديال 8 و 10 غرام ولاو في 2 غرام غرام باش يمكن الجميع على الاقل يقتني ذاك المهر ديالو، واللي خدينا العاده بان المهر يكون من الذهب باش نحاولوا باش نقربوا الشباب وحتى الناس اللي باغيين يديروا الادخار بالذهب ديالهم. وحنا كيف كنقولوا دائما الذهب زينه وخزينه، اذا حنا كنديروا المجهودات ديالنا. اللي كيخص الان هو انه الثمن يتوقف، ودرنا اجتماع يوم الجمعه في مدينه الدار البيضاء واللي حضر لها 33 جمعيه على الصعيد المغربي، واللي خرجنا بقرارات قرار مهم اللي فيها هي مقاطعه شراء الماده الاوليه حتى تنخفض، وفعلا هذه المقاطعه راه عطات واحد الاكل ديالها، وكنلاحظوا الان هناك تراجع في هذه القيمه ديال الماده الاوليه الخام. وما يمكن لي الا من هذا المنبر نحيي جميع التجار والصناع الذين التزموا بهذا القرار.